بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله في الفيديو ده هنتعرف على منتج الدخول الموحد الخاص بينا. الحقيقة دي من أكبر المشاكل اللي بتقابل الجهات لما تيجي تشتغل على الـ EDF، خاصة لو كانوا جايين من باك جراوند فورمز. الحقيقة في الفورمز كل شاشة بتشتغل لوحدها، إنما في الـ EDF عندنا الأمور مختلفة. إحنا عندنا كل أبليكيشن بيكون شغال لوحده، بمعنى إن كل مجموعة من الشاشات بتكون لي أبليكيشن، والأبليكيشن ده هو اللي بيحصل له عملية الديبلوي. طب لو انا فرضنا عندي 100 ابلكيشن، المفترض ان يعني يكون عندي شاشه دخول واحده بس، واظبط منها كل ما يتعلق بالصلاحيات للدخول على كل هذه السيستمز بالكامل. هي دي المشكله اللي بتقابل الناس، ازاي ان احنا نقدر نعمل حاجه زي كده. فالحقيقه احنا طورنا منتج خاص بينا سميناه السنجل ساين اون، على اساس ان هو يظبط لي كل التكامل اللي بيحصل ما بين كل الانظمه. هنيجي نتفرج بس كده على السيستم من جوه عشان نفهم اكتر يعني هو بيعمل ايه. انا هعمل عمليه الدخول في اعدادات العامه اللي بتكون موجوده في اي سيستم. يعني طبعا هو سيستم في الاول في الاخر سنجل سينون، هو سيستم مبني بتقنيه الاوراكل اي دي اف. لو فرضنا ان احنا عندنا مجموعه من السيستمز زي ما احنا شايفين كده، كل سيستم بيبقى ليه يو ار ال معين. فهنا في عندي شاشه بدخل فيها السيستمز، يعني طبعا هو سنجل ساين اون على السيستمز، وبالتالي يبقى عندي شاشه بدخل فيها اسماء السيستمز المفترض انها تكون موجوده عندي. طيب دخلت كل سيستم يبقى ليه نيم، وطبعا بيبقى ليه يو ار ال خاص بيه زي ما احنا شايفين كده. دي طبيعه الويب ان كل سيستم ليه يو ار ال خاص بيه. طيب لما عرفت السيستمز المفترض ان انا ادخل اعرف الشاشات، فهدخل في كل نظام احط كل الشاشات الموجوده عندي. فمثلا لو عندي مثلا نظام زي شؤون الموظفين في شاشه زي كده، ممكن نظام المالي ما دخلش فيه بيانات، نظام الاتصالات الاداريه ما فيهوش بيانات، اختبار مثلا دخول موحد فيه بيانات، والدخول موحد. المهم ان انت بتدخل هنا كل الشاشات الموجوده عندك في السيستم. طيب في عندك الديبارتمنتس او الادارات او الاقسام، هي طبعا لسته مباشره دي عشان نقدر ان احنا نفلتر بيها الداتا بتاعه السيستم بناء على القسم اللي انت تابع ليه. اللوك ابس طبعا دي برضو من الحاجات المهمه جدا، ان هو احنا مش مجرد بس هنظبط صلاحيات او انظمه، لا ده كمان الداتا الاساسيه اللي هي اللوك ابس كلها هتبقى موجوده في سيستم سنجل ساين اون. فهو عشان كده احنا بنقول هو مش مجرد بس يعني دخول موحد على الانظمه، لا ده كمان توحيد لكل حاجه، اللوك ابس، الصلاحيات، المستخدمين، كل شيء يعني مشترك ما بين كافه الانظمه هيتحط هنا في السنجل سينون. طبعا على حسب اللوك ابس اللي موجوده عندك في كل سيستم بتيجي تعرفها هنا، والسيستم بيسمح لك انك تأديت فيها زي ما انت عايز. في الاعدادات دي مهمه جدا. طبعا احنا شفنا شاشة الدخول بس يعني ما اتكلمناش عليها اكتر. شاشة الدخول بتدعم اوبشن من 4 على حسب السيتنجز الموجودة في السيستم. يا اما هعمل اوثنتيكيشن من الداتابيز، يعني تيبل موجود عندي فيه اليوزرز ويوزر نيم وباسورد وهقرا منه اليوزرز، او يكون اوثنتيكيشن عن طريق الاكتف دايركتوري فقط. يبقى هنا في الحالة زي كده يبقى يوزر نيم والباسورد اللي هتدخلهم هم الخاصين بالشبكة. في ممكن انك تعمل خليط، انك توثنتيكيت الاول من الداتابيز، لو لقيت يبقى اعمل اوثورايزيشن لليوزر، لو ما لقيتش يبقى روح اوثنتيكيت في الاكتف دايركتوري. ممكن عكس، ممكن اوثنتيكيت في الاكتف دايركتوري الاول، ما لقيتش اروح للداتابيز. فكل الاربعه متاحين عندنا في السيستم. هل عايز استخدم ملفات الارتباط ولا لا اللي هي الكوكيز؟ يعني طبعا بنشوف اوبشن اسمه تذكرني. التذكرني ده بيخزن يوزر نيم والباسورد بتوع اليوزر، ففي الحاله زي كده احنا بنخزنهم هنا. لو انت حبيت ممكن نعمل لها انيب او ديسيب. طيب هل عايز تستخدم مستخدمه قاعده البيانات اللي هو يطلق عليها تكنيكالي اسم جي دي بي سي كريدنشلز؟ معناه ان اليوزر اللي هيدخل هو يوزر موجود في الداتابيز، يعني زي ما انا بروح في الدي بي اي بيعمل يوزر عن طريق كرييت يوزر مثلا تيست ايدنتيفايد باي تيست، بيبقى اليوزر ده هو اليوزر يقدر يكونكت بيه على الداتابيز.
ففي ناس بتربط اليوزر بتاع الداتابيز بالابلكيشن يوزر، بحيث ان هو يعني حاجات خاصه بالاوديتنج او انك تعرف معلومات عن اليوزر تكون كلها محاده في الداتابيز. الاوبشن ده برضو سبورتد عندنا في السيستم. بالنسبه للبيانات الاكتف دايركتري، دي البيانات العاديه اللي هي اسم السيرفر والكونتكست والدومين، ده عشان نقدر نوثنتيكيت من الاكتف دايركتري، برضو كلها موجوده في السيستم كاعدادات. طيب دي خاصه بالاعدادات الموحده عشان اظبط الانظمه والشاشات اللي موجوده. طب بالنسبه للصلاحيات، في عندي اليوزرز، طبعا عندي كل يوزر اليوزر نيم، الباسورد، الفيرست نيم، اللاست نيم، هل هو اكتف ولا لا. طبعا بصرف النظر يعني لو كنت انا مثلا شغال اكتف دايركتري، فانا ممكن اعمل ديسيبل من الاكتف دايركتري، برضه هي ديسيبل عندنا، او ممكن ان اسيبه انيبل في الاكتف دايركتري بس اقفله من وجهه نظر الابلكيشن. لو انا هستخدم جي دي بي سي كريدنشالز زي ما احنا شفنا كنا معلمين عليها، في الحاله زي كده السيستم بيطلب مني طب ايه هو اليوزر نيم والباسورد للداتابيس في الحاله اللي زي كده، يبقى معناهم ان السيستم هيبعت اليوزر نيم والباسورد دول عشان يعمل كونكشن بيهم على الداتابيس. طبعا عندنا هنا نوع المستخدم، في عندك ثلاث انواع، ممكن مدير نظام ومشرف اداره ومستخدم عادي. هو بشكل عام مدير النظام هو اللي بيقدر يطلع على كافه الادارات الموجوده، اما مشرف الاداره فهو بيطلع على الادارات اللي هو فيها واللي تحتيها. المستخدم العادي بيطلع على الاداره اللي هو فيها فقط. طبعا اي مستخدم بيبقى منتمي لاداره معينه، زي هنا القسم، وقسم ده طبعا رمز والاسم. طبعا الشاشه دي بتختلف حسب لو كنت انا شغال اكتف دايركتري ولا شغال على اليوزرز في التيبل. لو كنت شغال على اكتف دايركتري ففي حاجات هتلاقيها اتشيلد، يعني مش هيبقى ليه لازمه للباسورد ولا الفيرست نيم واللاست نيم، ولو مش شغال جي دي بي سي كريدنشالز مش هيكون في معنى للداتابيز يوزر نيم والباسورد. فحسب الاوبشنز الشاشه دي هتلاقيها بتختلف. طيب نيجي على المجموعات، طبعا اللي هي الرولز. يعني هنا السيستم الحقيقه بيديني امكانيه ان كل اداره تعمل الرولز بتاعتها، ممكن تخلي الكلام مركزي يبقى هي رول واحده مطبقه على الكل، او انك تدي لكل اداره يكون في مدير نظام هو يظبط الرولز واليوزرز بتوعه. فهنا بعرف له رول، يعني الرول ديت متعرفه في اي قسم موجود عندي، دي كل اليوزرز الموجودين هنا في الجروب ديت، دي دول متاحين. هنا المستخدمين تابعين للمجموعه، فانا لو مثلا ابتديت انقل هلاقي ان ايه ان الجروب دي فيها 2 يوزرز وفي 2 يوزرز لسه ما اتضافوش فيها. هنا مثلا في المجموعه دي فاضيه ما فيهاش حد، مدير النظام فيها الادمن بس، طبعا عن طريق الازرار اقدر اضيف واحذف زي ما انا عايز. اما بالنسبه للصلاحيات فهنا الصلاحيات بتكون على مستوى النظام بقى، يعني انا مثلا همسك نظام الدخول الموحد هلاقي ان انا عندي ايه، دي صلاحيات الشاشات، طبعا لكل مجموعه تقدر تضيف لها الصلاحيه، يعني لو عايز اضيف كل الصلاحيات مثلا لمجموعه من اللي متعرفين عندي اقدر ان انا اختارهم من هنا واضيف لهم الصلاحيات مباشره. يبقى دي معناها ان اي يوزر ينتمي لهذه الجروب هيكون ليه الصلاحيات التاليه على الشاشات. يعني معناها مثلا ان مجموعه مدير النظام اللي هي فيها المستخدم ادمن بس، المجموعه دي ليها صلاحيه على شاشه الانظمه والاقسام والصلاحيات والشاشات ومجموعه المستخدمين والمستخدمون وعادات النظام وقوائم النظام من اضافه وتعديل ومسح واستعلام. طبعا ممكن امسح جميع الصلاحيات وممكن اضيف كل الصلاحيات. القائمه دي طبعا بتختلف على حسب يعني النظام اللي انا واقف فيه، يعني لو وقفت على النظام ده يجيب لي الشاشات اللي موجوده فيه فقط. لو هنا وقفت على الاختبار الموحد يجيب لي الشاشات الموجوده في النظام اللي انا عرفتهم من الشاشه اللي قبل كده. طبعا لو انا كنت شغال على داتابيز اسف قبل ما اتنقل لحته تغيير كلمه السر، نتكلم على حاجه اسمها صلاحيات خاصه. هي الصلاحيات الخاصه دي من الحاجات يعني مهمه جدا، يعني في اي نظام مش كل العمليات اللي بتتم فيه هي العمليات الستاندرد، هي الاضافه والحذف والمسح والاستعلام والحفظ،
لا في عمليات تانية مثلا زي اعتماد، تمام؟ طب اعتماد ديت يعني الزرار ده احط له صلاحية ازاي؟ فاحنا بنسميها هنا صلاحية خاصة، تمام؟ فمجرد ان هو في كل نظام بتعرف الصلاحيات الخاصة الموجودة فيه، ومن الشاشة دي بتيجي تعمل عملية المنح او حذف للصلاحية. يبقى كده تقدر انك تدير كافة الصلاحيات الموجودة عندك في النظام من غير اي مشاكل. طيب لو رحت لتغيير كلمة السر، طبعا لو كنت انا شغال على يوزرز في تيبل، فانا ممكن اسمح اليوزر ان هو يغير كلمة السر الخاصة بيه، طبعا بيدخل كلمة السر الحالية بتاعته للسكيورتي، كلمة السر الجديدة ويأكدها، وبكده يقدر ان هو يغير كلمة السر الخاصة بيه من النظام دون الحاجة لرجوع للمستخدم. طيب نرجع بقى للشاشة الرئيسية. حسب الموجود في إعدادات النظام بالنسبة للمستخدم الداخل، فأنا ليه صلاحية على نظام اسمه شؤون الموظفين ونظام اسمه الدخول الموحد. لو أنا رحت جاي داخل على السيستم دخلت عليه، يعني دي سيستم بسيط جدا بأنه فيه شاشات موجود فيه مثلا بيج واحد فبيظهر this is page 1، برجع تاني دي الهوم بيج يديني مين بيج أوف تيست سيستم. طيب خلينا هنا نطمن على السكيورتي، يعني انا هاخد اليو ار ال هنا وفرضنا ان انا قفلت البراوزر وهقوم جاي فاتح تاني ورايح مباشرة على اليو ار ال، فالسيستم رفض ما رضاش ان هو يعمل اكسس للسيستم، فده معناه ان السيستم هيظبط لك كل ما يتعلق بالسكيورتي، يعني مش هتعرف تدخل على كل السيستمز اللي باقيه الا من خلال السنجل ساين اون، ولازم تكون فاليد يوزر وليك فعلا صلاحيه على السيستم. فاحنا لو رجعنا تاني للسيستم عندنا في جي ديفولبر عشان نقدر ندخل. طيب يبقى هنا الفكره بتاع السيستم في ايه؟ ان انا هدخل هنا مره واحده هيجيب لي من الشاشه هنا السيستمز اللي ليا صلاحيه عليهم. لما اجي اضغط على الزرار بتاع التنفيذ هو السيستم هيعمل ايه؟ هيقوم باعت الاوثورايزيشن بارامترز للسيستم التاني، السيستم التاني بيستقبلها بيتاكد انها سليمه ليك اكسس فعلا ويقوم جاي مدخلك. لو حاولت تدخل مباشره او حاولت انك يعني حتى لو انا داخل يعني السيستم مش هيسمح لي ان انا اكتب حتى في اليو ار ال، هيطلعني مباشره، ده عشان يوفر اقصى حمايه بالنسبه للسيستمز. فبالتالي لو جينا نفكر كده هنلاقي ان كل الانظمه موجوده هنا، وبالمناسبه مش شرط تكون الانظمه اي دي اف او حتى اوركل، يعني ممكن انظمه دوت نت بي اتش بي السيستم سنجل ساين اون يقدر ينتجريت معاه، لان في الاخر طالما ويب ابلكيشن فانا بقدر ان انا اكلمه عن طريق يعني بارامترز. اما بالنسبه للفورمز هو من بدايه من فيرجن 10 جي فبنقدر ان احنا نعمل لها كولينج كيو ار ال برضه مفيش اي مشكله. الشاشات الموجوده في النظام يبقى احنا ظبطناها من هنا، الصلاحيات ظبطناها من هنا سواء اليوزرز والجروبس اللي موجوده والصلاحيات اللي موجوده لكل سيستم من السيستمز الموجودين عندي. ولما احب ان انا ادخل على اي سيستم معين ليهم مجرد من المين بيج اقدر ان انا ادخل على السيستم اللي ليا صلاحيه عليه. طيب لو جينا نتفرج على الريكوايرمنتس بتاعه الكلام ده في اي سيستم عامله، يعني خلاص السنجل ساين اون في سيستم خلاص ده اتبنى، طيب لو انا بنيت سيستم تاني مطلوب مني ان انا اعمل ايه؟ مش مطلوب منك غير ان تحط صفحه اندكس طبعا عشان هي دي اللي هو الديفولت بيج، صفحه ايرو عشان لو حصل ايرو يقوم يقول له يو ار نوت اوثرايزد تو فيو ذيس سيستم، وفي المين بيج طبعا اللي هي البيج الاساسيه. عدا ذلك ابن السيستم بتاعك بطريقه عاديه ولا كان ليك دعوه بالصلاحيات تماما. كل اللي مطلوب منك انك تربط السيستمز ببعض عن طريق الويب دوت اكس ام ال، تيجي في الفلترز تضيف السكيورتي فلتر الخاص بينا، وده طبعا موجود في اللايبرري المتاحه مع السنجل ساين اون، يبقى انت كده عملت انتجريشن مع السنجل ساين اون. وبالتالي من وجهه نظر تكنيكال
فانت هنا يبقى ايا كان عدد الابلكيشنز الموجود عندي، ابني كل ابلكيشن بطريقه منفصله، بس كل اللي هيبقى مطلوب منك تعمل الثلاث صفحات دول وتحط الفلتر. فعمليه سهله جدا، لان الثلاثه دول تقدر ان انت تاخدهم كوبي من بعض وتحطهم في السيستم الجديد، وتحط بس في الورد دوت اكس ام ال كونفيجريشن بتاع السكيورتي فلتر. يبقى احنا كده عملنا عمليه ربط للسيستم. ابني الشاشات زي ما انت عايز، الجداول زي ما انت عايز، كل ما في السيستم ابنيه بطريقه طبيعيه جدا ايا كان عدد الشاشات الموجود فيه. في الاخر انت هتروح تعرف السيستم في هذه الشاشه، وهتعرف الشاشات اللي موجوده فيه من هنا. وبالتالي يبقى احنا كده فعلا قدرنا ان احنا نعمل نظام متكامل للسنجل سانون. طيب يبقى احنا عندنا هنا الانظمه بالصلاحيات، التكنولوجيز مفيش اي مشكله فيها، السيستم بيقدر انتجريت معاها. والميزه ان هو هنا كاستمايزبل، يعني انت اي حاجه تقدر تعملها، هو في الاخر عباره عن ابلكيشن. فالسورس كود احنا اللي بنمتلكه، فاي كاستمايزيشن احنا بنقدر نعمله. يعني مثال، مثلا في بعض الجهات قالت انا مش عايزين نربط الصلاحيات بالرولز، يعني احنا عاملين هنا جروب او رول لكل مجموعه يوزرز. هم قالوا لا، احنا عايزين السكيورتي تكون على مستوى كل يوزر، مش عايزين السكيورتي على مستوى الجروب. قدرنا ان احنا نعملها، مفيش اي مشكله، الكستمايزيشن في ايدينا. في بعض الجهات يمكن عندهم حاله اغرب شويه، ان هو اليوزر مفترض ان هو يونيك، بس ساعات يقول لك مثلا ان اليوزر ممكن يتكرر بباسوردز مختلفه، وكل يوزر يعني جروب من يوزر نيم وباسورد ليه صلاحيه مختلفه عن التاني. طبعا عشان تعمل حاجه زي كده في اي سيستم يعني هيرفضها منك، او تكون تقريبا يستحيل انك تعملها. انما هنا عشان فعلا ده سيستم كاستمايزبل، فبنقدر ان احنا نعمل فيه كل يعني المتطلبات ايا كان غرابتها. في الفيديو ده الحقيقه اتعرفنا على برودكت سنجل سانون بتاعنا، وعرفنا يعني ازاي ان احنا بنقدر نهندل اكتر من مجموعه من السيستمز بما فيها من الشاشات وصلاحيات وما الى ذلك من خلال سيستم واحد فقط، اللي هو السنجل ساين اون الخاص بينا. الحقيقه كده نكون تعرفنا على المنتج والفيتشرز اللي فيه، والى اي مدى ممكن نوصل في الكاستمايزيشن. شكرا.